ما في كنت ايضا ربما عمليه في 17 اكتوبر وخاصه عمليه كبيره بالنسبه بمناسبه عيد الثوره ليكون احتفال كبير بالنسبه لها. سيكون اقول العدد الاجمالي هو يتعلق بنسبه الانجاز ولكن تكون عشرات الالاف ان شاء الله. العمليه مستمره بالنسبه لشهاده التخصيص، العمليه مستمره بالنسبه لتسليم السكنات وان شاء الله تكون عدد كبير بمناسبه حلول اول نوفمبر يعني بالنسبه لكل المكتتبين اما بالنسبه لصيغه عدل او الصيغ الاخرى المختلفه. اضافه الى ذلك هو نحن نعمل جاهدين لتوطين اخر البرامج التي لم تجد عقارات. كلما بلغ ورشه بلغت نسبه الانجاز فيها 70% وكانت عد تستدعي المكتتبين لدفع الشطر الثالث لمواصله العمليه حتى الشطر الرابع، هذا يعني طبعا المفتاح هو هذا البرنامج. كاين البيع على المستوى الوطني، نذكر ان البرنامج قوامه 130 الف وحده سكنيه، منه برنامج حوالي 10000 وحده سكنيه في ولايه الجزائر. السلطات الولائيه مع جميع اللجان تعمل جاهده لكي تنطلق في هذا البرنامج بصفه تدريجيه مع طبعا مراقبه كل القوائم غربلتها وتحضير الارضيات اللازمه لهذا البرنامج. ان شاء الله اذا كان لحقوا من الاخر سنه ربما حسب تقدم اشغالهم ان شاء الله ينطبقوا في كل برنامج بالنسبه لولايه العاصمه. اما الولايات الاخرى هناك العديد من البرنامج اللي كنت فيه مستغانم، هناك حتى سكنات بلغت نسبة الإنجاز حتى 80%.